ما الفرق ما بين قراءة نص عادي وقراءة نص شعر؟ الصغير محمد بوشعير ذو 8 سنوات جاء رفقة والدته الشاعرة صفية مخلفة من مدينة قلمة التاريخية للمشاركة في ورشات القراءة. جيل مستقبلي يعشق القراءة. القراءة تعلمها من والدته بحكم أن إنسانة تحمل الكتاب بكثرة دائمة المطالعة، تلقائيا هو تلقى هذا الدرس مني تلقينا وهكذا تعود على وجود الكتاب في البيت. ما الكتاب الأخير اللي قريته أصدقاء الثلاث، كتاب الورقي سهل ما يكونش صعيب خلاص، ما يكون سهل حتى كنت تقراه تفهمه. البعض جاء من ولايات أخرى بدون دعوة وبدون مرفوقا بابنه أو بابنته، فقط لكي يكون حاضرا لهذه الفعالية، فقط لكي يقول لابنه هذا هو العالم الطبيعي والحقيقي والعالم الذي ينبغي أن تنتمي إليه. في زمن الانترنت والوسائط الاجتماعية والكتاب الرقمي، يبقى الكتاب الورقي خير جليس يقرأ. شاب يقرأ شاب رجوع يستعبد.